نحن في جناح النقابة الوطنية الصحافة المغربية لتوقيع المجموعة القصصية اللائي وقصصهن، وهي قصص واقعية جدا التي صدرت عن دار التوحيدي للنشر وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. طبعا الغلاف للفنانة التشكيلية المقيمة بفرنسا نعيمة الملكاوي، والمجموعة هي أو الأضمومة هي تجميع لمجموعة من القصص والروبورتاجات الصحفية التي تهتم بالمرأة، وذلك هي تجربة خاصة. يعني كنت قد مارست الصحافة النسائية لأكثر من 15 سنة سواء في مجلة عربية أو في مجلة مغربية، وهي قصص تحكي عن مشاكل النساء، عن آلام نسائية، عن كبوات أيضا وصبوات نسائية لمجموعة من الشخصيات التي يعني تختلف خلفيتهم الثقافية وخلفيتهم المجالية وأيضا حساسيتهن. هناك طبعا نجد المرأة القروية، ونجد المرأة المثقفة، ونجد الشابة الطموحة، ونجد المرأة المظلومة والظالمة أيضا. هي مجموعة نساء يعني صادفتهن في خلال يعني مساري المهني، والتي نشرت أو نثرت في على صفحات هذه المجلات، وكانت هناك مرفقة بصور يعني، ولكن أنا أغفلت الصور حتى نحترم يعني خصوصية هذه النساء حينما جمعنا المجموعة.